أنا آلاء ضيف، مهندسة معمارية في قسم تأهيل مأوى ضمن منظمة سارد الشمال السوري. نسعى من خلال مشاريعنا إلى تأمين وتحسين ظروف المأوى للعائلات المتضررة والمهجرة ممن لا يملكون مأوى أو ليس لديهم إمكانيات لتحسين المسكن المتضرر الخاص بهم. حيث يقوم الفريق الهندسي بإجراء الدراسات للمواقع المحددة والمعنية بالتدخل، ومن ثم تبدأ عملية تجهيز المأوى للمواقع الإفرادية والجماعية أو إعادة ترميم للمنازل المتضررة بسبب الصراع. يتبع المتعاهدين كل إجراءات الحماية والوقاية من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة تباعدية تفادياً لتفشي فيروس كورونا، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة الصحية للمستفيدين ومواقع العمل. مع الظروف الصعبة التي نواجهها، فريقنا مستمر في تلبية احتياجات أهالينا المتضررين وتقديم المساعدة للأسر المهجرة والفقيرة في كل المناطق التي نعمل بها.